السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ نكمل مع بعض محاضرات النيوروفيسيولوجي وما زلنا بنتكلم في الموتور سيستم. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الموتور ارياز، واتكلمنا عن انواعها، واتكلمنا عن وظائفها، وتعلمنا كمان ان في عندنا حاجه اسمها ابر موتور نيرون وحاجه اسمها لور موتور نيرون، وقلنا ان اي موفمنت بتبتدي از ام ايديا في البري فرونتال اريا، وبعد كده لازم يبقى فيه بلاننج، وبعد كده لازم يبقى فيه اكسكيوشن اوف موفمنت. والبلاننج ده بيتم على مستوى البيزال جانجليا وعلى مستوى السريبروسيرابيلم، وبيشارك فيه مناطق تانية زي مثلا البري موتور اريا. بعد كده بعد ما يبقى الموفمنت بلاند، بعد كده بتوصل الامبلس الموتور ارياز، وبعد كده منها ديسند داون وورد في الاكزون بتاع الابر موتور نيرون تو تيرمينيت اون ذا سيل بادز اوف ذا لور موتور نيرون، ومنها الى العضلات اللي بتنفذ الاوردر ده. واتكلمنا عن الموتور ارياز بالتفصيل، واتكلمنا عن الديسندنج موتور تراكتس برضو البيراميدال والاكسترا بيراميدال بالتفصيل. النهارده هتكلم عن دور البيزل جانجليا في الموفمنت. موضوع مهم جدا وله تطبيقات اكلينيكيه. الاول نتعرف يعني ايه بيزل جانجليا، وبعد كده نتكلم عن الكونكشنز بتاعه البيزل جانجليا، سواء كان الافرنت كونكشن او الانتر كونكشن او الافرنت كونكشن، يعني جاي لها منين والتوصيلات الداخليه بينها وبين بعضها عباره عن ايه، وبعد كده الافرنت عباره عن ايه. هتكلم كمان عن الكيميكال ترانسميترز جوه البيزل جانجليا، هتكلم عن الفانكشنز وعن الديس اوردرز. البيزل جانجليا بيشمل مجموعه من الجراي ماتر ماسز بتبقى موجوده جوه السريبرال هيمسفير لاترال تو ذا ثالاموس. طبعا بناخد في الاناتومي الاناتوميكال ريليشنز بتاعتها كويس جدا وبناخد اسمائها. فنبص كده على البيزل جانجليا من ناحيه الاناتومي والفسيولوجي. في عندنا اول نيوكليس في البيزل جانجليا الخمسه هي كوديت نيوكليس، بعد كده في بيوتام نيوكليس، والكوديت والبيوتامين دول مع بعض بنسميهم كوربس ستريتم. بعد كده في عندنا جلوبس باليدس، في عندنا كمان سب سالاموس، وفي عندنا سبستانشا نيجرا اللي موجوده في الميد برين. ممكن طبعا في مسميات قديمه اناتوميكال، فالكوديت والبيوتامين دول موجودين في منطقه اسمها تيلن سيفالون، وبعد كده معاهم كمان الجلوبس باليدس، بعد كده السب سالاموس دي موجوده في الداين سيفالون، والسبستانشا نيجرا موجوده في الميزن سيفالون. دي مسميات مش مشهوره قوي، مش مهمه من ناحيه الوظيفيه. طبعا البيزل جانجليا بتبقى كلها ريليتد للسيريبرال هيمسفير ما عدا السبستانشا نيجرا، لان السبستانشا نيجرا ديت ريليتد فانكشنال تو ذا بيزل جانجليا، وهي جزء مهم جدا من البيزل جانجليا، ولكنها موجوده زي ما احنا عارفين في الميد برين. يعني مش كل البيزل جانجليا موجوده جوه السيريبرال هيمسفير، في جزء منها موجود جوه الميد برين وهو سبستانشيا نيجرا. بعد كده هتكلم عن الكونكشنز والترانسميترز اوف ذا بيزل جانجليا، والشكل اللي هقوله شكل مبسط جدا ومهم جدا وبيلخص لي كل الكونكشنز وكل الكيميكال ترانسميترز انسايد ذا بيزل جانجليا. دي البيزل جانجليا اول جزئين منهم اللي هو الكوديت والبيوتامين واللي مع بعض نقول عليهم ذا سترايتم. بعد كده عندنا جلوبس باليدس، ثم سب سالاموس، ثم سبستانشيا نيجرا. الحاجات دي كلها موجوده جوه السريبرال هيمسفير، تمام، ما عدا السبستانشيا نيجرا موجوده في البرينستيم زي ما قلنا في الميد برين. بعد كده عندنا دي السالاموس. طبعا السالاموس ليست جزء من البيزل جانجليا، بس هي جزء من السايكل مع البيزل جانجليا. وعندنا طبعا دي السريبرال كورتكس، يبقى دي اجزاء البيزل جانجليا، دول اتنين ودي واحده واحده واحده، يبقى كده عدد البيزل جانجليا خمسه. طيب نتكلم بقى عن الافرنت كونكشن والايفرنت كونكشن والانتر كونكشنز. دي مهمه جدا. الافرنت كونكشن فور بيزل جانجليا جاي من سورس واحد بس اللي هو سريبرال كورتكس، عن طريق مسار بنقول عليه كورتيكو استرايتال باسوي. كورتيكو استرايتال باسوي ده المسار اللي هو جاي من الكورتكس الى الكوربس استرايتم. كورتيكو استرايتال باسوي هو ده اللي بينقل النبضات من الكورتكس للبيزل جانجليا، هو ده اللي بينقل الايديا اوف موفمنت للبيزل جانجليا، يقولها احنا عايزين نعمل كذا. دور البيزل جانجليا انها تعمل بلاننج للموفمنت زي ما هوضح كمان شويه.
كده خدنا ده الافرنت كونكشن واحده بس سهله. نيجي بقى للانتر كونكشنز. انتر كونكشنز في عندك كونكشن زي ما انت شايف كده ما بين الاسترياتم والجلوبس باليدس في نفس الاتجاه ده، يعني من الاسترياتم الى الجلوبس باليدس. في عندك كونكشن ريسيبروكال ما بين الجلوبس باليدس والسب سالاموس، رايح جاي يا جماعه نقول عليه ريسيبروكال اللي هو رايح جاي. في عندنا كونكشن كمان ريسيبروكال ما بين السبستانشيا نيجرا والاستريتم، بس هو الاهم فيه كلينيكيا اللي هو من السبستانشيا نيجرا الى الاستريتم، ده مسار مهم جدا 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 كلينيكيا، بنسميه نيجروستريتال باسوي، وده بيفرز الدوبامين وده له دور مهم جدا في الباركنسونيزم، واتكلم عنه كمان شويه وانا بتكلم عن الترانزميترز انسايد ذا بيتال جانجليا وكمان الديس اوردرز. نيجي بقى للإيفرنت كونكشنز. الإيفرنت كونكشنز بتاعتنا في البيتال جانجليا بتبقى طالعه من منطقتين، جلوبس باليدس والسبستانشيا نيجرا، ورايحه المنطقتين، طالعه من منطقتين جلوبس باليدس والسبستانشيا نيجرا ورايحين للسلامس، ده مسار، والمسار الثاني من الجلوبس باليدس الى البرينستم. يبقى ده الإيفرنت بتاعنا تاني يا جماعه، من الجلوبس باليدس والسبستانشيا نيجرا الى السلامس، وبعد كده المسار الثاني من جلوبس باليدس الى منطقه البرين استم، ده الافرنت كونكشن. وزي ما احنا عارفين السلامس بعد كده الامبلسز اللي جت من البيزال جانجليا بعد ما تعمل ريلي في السلامس زي ار بروجكتد اجين تو ذا سيريبرال كورتكس. شوف البيزال جانجليا عباره عن مركز خدمه مساعد للسيريبرال كورتكس، السيريبرال كورتكس تبعت له انفورميشن علشان يعمل ديزاين لموتور بروجرام معين او وظيفه حركيه معينه، وبعد كده البيزال جانجليا ترد تاني على الكورتكس. في بعض الفايبرز بتطلع من الجلوبس باليدس وتنزل على البرينستم بشكل مباشر بس بنسبه بسيطه. دي الكونكشنز المهمه بتاعت البيزال جانجليا. طيب وات اباوت ذا كيميكال ترانسميترز انسايد ذا بيزال جانجليا؟ اول كيميكال ترانسميتر مهم عندنا هو الاسيتايل كولين. اسيتايل كولين وده عباره عن اكزيتاتوري ترانسميتر. بيطلع منين يا جماعه؟ بيطلع من الفايبرز اوف ذا كورتيكوسترايتال باسوي، فايبرز اوف ذا كورتيكوسترايتال باسوي بتفرز اسيتايل كولين جوه الكوربس استرايتم. تاني ترانسميتر مهم اللي هو جلوتاميت، وده برضو اكزيتاتوري ترانسميتر، يعني زي الاسيتايل كولين اكزيتاتوري. ده بيفرز منين؟ برضو من الكورتيكوسترايتال باسوي، يعني بعض النيورونز بتطلع اسيتايل كولين وبعضها بيطلع جلوتاميت. برضو الفايبرز بتاعت السب سالاموس اللي بتنتهي على الجلوبس باليدس تطلع جلوتاميت، وبرضو الفايبرز بتاعت السالاموس وهي رايحه على الكورتكس برضو بتفرز جلوتاميت. يبقى دول التلات اماكن اللي بيفرز منهم الجلوتاميت مينلي وريليتد للبيزال جانجليا، سواء كان جوه البيزال جانجليا او بره البيزال جانجليا بس ريليت ليها. في عندنا كيميكال ترانسميتر شهير جدا جوه البيزال جانجليا يا جماعه اللي هو جابا، جاما امينو بيوتريك اسيد، وده عباره عن انهبيتوري ترانسميتر، يعني الاسيتايل كولين والجلوتاميت دول اكزيتاتوري اما الجابا انهبيتوري. بيفرز منين؟ بيفرز من الفايبرز بتاعت الكوربس استريتم الى جلوبس باليدس، بيفرز كمان من الجلوبس باليدس الى سب سالما زي ما احنا شايفين في الصوره، بيفرز كمان من الفايبرز بتاعت السبستانشيا نيجرا الى السلامس، وكمان الفايبرز اللي جاي من جلوبس باليدس لمنطقه البرينستم. هو بالفعل وايدلي ديستريبيوتد كيميكال ترانسميتر، بيعمل بالانس مهم مع الاكزيتاتوري ترانسميتر اللي هو الجابا. اخر ترانسميتر مهم هو دوبامين. الدوبامين ده يا جماعه بيفرز من الفايبرز بتاعه النيجروستريتال باسوي، المسار اللي قدامك ده اسمه نيجروستريتال باسوي، بيفرز دوبامين، ده مهم جدا لان المسار ده لما بيضعف ويتوقف او يقل افراز الدوبامين ده بيديك موتور ديس اوردر مهم جدا اللي هو الباركنسونيزم، فهنا بيقل افراز الدوبامين. تمام. طب الدوبامين ده اكزيتاتوري ترانسميتر ولا انهبيتوري؟ على حسب الريسبتور، ففي عندنا دي 1 ريسبتور وعندنا دي 2، والاثنين موجودين جوه الاستريتم، على الدي 1 يديك ستيميلاتوري افكت وعلى الدي 2 يديك انهبيتوري افكت. طبعا في بعض الكيميكال ترانسميترز اللي بتفرز مع الترانسميترز بتاعتنا الاساسيه دي زي الانسفالينز وزي سبستانس بي. بعد ما اتعلمنا الكونكشنز والترانسميترز بتاعه البيزال جانجليا اقول لك وقلنا كلها هنجيبها من على الرسمه، نتكلم بقى عن الفانكشنز اوف ذا بيزال جانجليا. اكشوالي معظم الفانكشنز بتاعه البيزال جانجليا كلها موتور فانكشنز،
وهي ريليتد لللاترال موتور سيستم والميديال موتور سيستم، يعني بيكملوا بعض، لان في النهايه هما عباره عن الجهاز الحركي بتاعنا. وزي ما احنا عارفين اللاترال موتور سيستم ده اللي هو معظمه بيراميدال فايبرز مسؤول عن الحركات الاراديه في لانترال موفمنت، والميديال موتور سيستم معظمه اكسترا بيراميدال تراكتس which are responsible for postural movements. فهي بتشارك مع ده وبتشارك مع ده. كمان ما تنساش ان البيزال جانجليا هي عبارة عن جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم. في المحاضرة اللي فاتت انا قلت ان في عندنا حاجة اسمها اكسترا بيراميدال تراكتس وحاجة اسمها اكسترا بيراميدال سيستم. التراكت ده جزء من السيستم. اكسترا بيراميدال سيستم ده منظومة كبيرة بتبدأ بالموتور ارياز، خاصة بري موتور اريا سكس، بعد كده او نقول عليها بري موتور اريا، نقول عليها بري موتور اريا او بري موتور اريا ساكس، وكمان فيها البيزال جانجليا، وبعد كده فيها الاكسترا بيراميدال تراكس، وفيها بعض الاماكن الثانيه، دول نقول عليهم اكسترا بيراميدال سيستم. وعشان كده في مجموعه من الوظائف بتبقى مشتركه، فتسمع عنها في البري موتور اريا، تسمع عنها في البيزال جانجليا، تسمع عنها في الاكسترا بيراميدال تراكس، وتيجي تبص تقول هو نفس الكلام بيتقال، هو بنفس الكلام بيتقال، لان كلهم مع بعض سيستم واحد وكل واحد فيهم له دور في الوظائف دي. نشوف ده بيحصل ازاي. اول وظيفه في البيزال جانجلا اللي هي بلاننج اند بروجرامينج اوف ذا موتور اكشنز. بلاننج اند بروجرامينج اوف ذا موتور اكشن يعني ايه؟ يعني البيزال جانجلا هي عباره عن ده الديزاينر بتاع البرامج بتاعه البيزال جانجلا، هو ده اللي بيصمم بتاع البرامج بتاعه الجهاز الحركي بتاعنا. يعني لما بنيجي نعمل اي حركه محتاجين لها برنامج حركي، مين اللي بيعمل البرنامج؟ البيزال جانجليا. طبعا مش البيزال جانجليا لوحدها، البلاننج في مخنا يا جماعه له كذا مكان، بس كل عضو بيقوم بحركه او بخطوه في البلاننج. فالبلاننج ده بري فرونتال اريا، بري موتور اريا، بيزال جانجليا اند سيريبرو سيريبرال، يعني عندك على الاقل اربع اماكن، بس اهم مكان في الاربعه دول في البلاننج هو البيزال جانجليا والسيريبرو سيريبرال. البيزال جانجليا ده بعد ما انت تحدد حركة معينة بتوصل الامبلسز للبيزال جانجليا، البيزال جانجليا تحدد لك وين تو موف، هتتحرك امتى، وير تو موف، هتتحرك في اي اتجاه، اند وات ماسلز تو يوز، يعني بتعمل لك ديزاين للموتور بروجرام، بتحدد فيه التوقيت وبتحدد فيه العضلات المشاركة وبتحدد كمان فيه امتى ده ينقبض وامتى ده يرتخي وهكذا. بعد كده الموتور بروجرام ده بيكمل طريقه وبعد كده يوصل للموتور ارياز، وكمان الاذر سنترز بتشارك فيه خاصة السيريبرو سيريبلم. رقم 2 مسؤول عن execution of the patterns of the learned movements، اللي هو ملخص الكلام ده اللي هو اداء الحركات المهارية. احنا عندنا جوه البيزال جانجليا في حاجة اسمها سيركتس، كودت سيركت، ودي مسؤولة عن البلاننج اللي انا قلته، وفي عندك بيوتامين سيركت، ودي مسؤولة عن أداء الحركات المهرية. يعني إيه الحركات المهرية؟ الحركات المتكررة اللي احنا اكتسبناها عبر سنوات طويلة جدا من التريننج، من التعليم، زي الصبي اللي واقف في ورشة كده عمال يشتغل وبيشتغل بسرعة، السرعة اللي جات له دي جات من خبرة سنين، قاعد يشتغل سنين طويلة وبعد كده بدأ يبقى عنده الموتور سكيلز. الجراح اللي بدأ يعمل عملية بمنتهى السرعة دلوقتي قاعد سنين يتعلم فيها. التايبنج، الرايتنج، الميوزك، كل هذه الحركات نقول عليها حركات مهارية learned movements. البرامج الحركية بتاعتها موجودة في الاكسترا بيراميدال سيستم، سواء كان في البري موتور اريا، في البيزال جانجليا او غيره من المناطق. فعشان كده ممكن نسمع عن الوظائف دي في اماكن تانية. حتى لما كنا بناخد البري موتور اريا كنا بنقول برضو ان هي مسؤولة عن بعض الكومبلكس movements زي التايبنج وزي رايتنج وهكذا. بعد كده رقم 3 مسؤولة عن البوشرال ريجوليشن، والبوشرال برضو قلناه مع البري موتور اريا. مع البري موتور اريا قلناه الاكسترا بيراميدال سيستم مسؤول عن ضبط البادي بوشر، قلناها مع البري موتور اريا، قلناها كمان مع السبليمنتال موتور اريا، قلناها مع الفانكشن بتاع الاكسترا بيراميدال سيستم، نفس الكلام بوشرال ريجوليشن. بوشرال ريجوليشن معناه الحفاظ على مركز الجسم ثابت اثناء تحريك البريفرال بارتس اوف ذا بادي اللي هي الديستال بارتس. يعني عشان اكتب كده بشكل دقيق لازم يبقى مركز الجسم ثابت. تحريك الاطراف ده وظيفه البيراميدال واريا 4، اما مركز الجسم تثبيته ده وظيفه الاكسترا بيراميدال سيستم باجزائه من ضمنها البيزال جانجليا والبري موتور اريا.
رقم 4 initiation of automatic and associated movements. وده برضو قلناها مع البري موتور اريا، وزي ما قلنا ده مش غريب، ده وده اكسترا بيراميدال سيستم. الاوتوماتيك والاسوشيت موفمنت اللي هي الحركات التلقائيه زي السوينجينج موفمنت، حركه ايدينا واحنا ماشيين بتتطوح يمين وشمال، زي الفيشال اكسبريشنز بتاعتنا، بيبقى فرحانين زعلانين رياكشنز، كل الرياكشنز دي كلها برضو تتبع البيزل جانجل. بعد كده ريجوليشن اوف ماسل تون، تنظيم او التاثير على الماسل تون. البيزل جانجل يعني فيها اكتر من مكان، وربما يكون تاثير كل جزء من بيزل جانجليا مختلف. فانت عندك على سبيل المثال الكوديت نيوكلاس دي بتبقى اكزيتاتوري، واللينت فورم اللي هي اللينت فورم يا جماعه اللي هي البيوتامين والجلوباس باليدس، بيوتامين وكوديت دول مع بعض استرياتم، ده عباره عن وحده وظيفيه. بيوتامين كوديت مع بعض وحده وظيفيه اسمها استرياتم، اما البيوتامين والجلوباس باليدس مع بعض وحده تشريحيه اسمها لينت فورم نيوكليس. الاثنين تاثيرهم انهبيتوري على الماسل تون. طب يا ترى مين الاقوى بقى، كبيزل جانجليا ككل؟ لا، ككل اللينت فورم اقوى، وبالتالي الفاينل اوت بوت از انهبيتوري تو ذا ماسل تون. ديسوردرز اوف ذا بيزل جانجليا، ديسوردرز اوف ذا بيزل جانجليا، في عندنا باركنسونز، وفي عندنا كوريا، وفي عندنا اسيتوزيس، وفي عندنا باليزماس. دي نقول عليها disorders of the basal ganglia. هتكلم عنها وهركز كويس جدا على الباركنسونيزم. طبعا الحاجات التانية هدى عنها ملخص بسيط. باركنسونيزم الشلل الرعاش، تمام، مرض شهير جدا ومرض المشاهير، يعني في مشاهير كتير في العالم عندها الديزيز ده. فمشهور بثلاث سمات أساسية، تريمورز رقم 2، ريجيديتي رقم 3، ايكاينيزيا. تريمورز يعني رعشه، ريجيديتي يعني تصلب، ايكاينيزيا يعني بطء الحركه. تريمورز الرعشه بتاعت الباركنسونيزم، واللي على اساسها قلنا شلل الرعاش، هي عباره عن ريزميك alternating contraction in between antagonistic muscles، يعني عباره عن انقباض متكرر ومتتالي للعضله، العضله المضاده. يعني شوف كده، يعني مثلا هنا دي ايدك اهي فليكسرز اكستنس، فليكسرز اكستنس، فليكسرز اكستنس، عضله والعضله المضاده، تمام، فليكسر سوباينيتورز ها برونيتور، سوباينيتورز برونيتور، المهم عضله والعضله المضاده بشكل متكرر ومنتظم. لو الشرع ده بسيط ممكن ياخد بس الهاند، طب لو قوي ياخد كمان القلبه، لو قوي ممكن ياخد الابر بارت اوف ذا بادي، وممكن كمان في بعض الاحيان ياخد الجسم كله على حسب شده المرض. بيدي الشخص بيل رولينج ابيرنس، يعني ما تبص عليه كده زي ما يكون بيسبح كده بعيد كده، ما تبص عليه من بعيد سموها بيل رولينج ابيرنس، بيل رولينج ابيرنس بيديك المنظر ده، بيل رولينج الحركه دي يا جماعه زي اللي بيسبح كده سموها بيل رولينج ابيرنس. بشكل عام التريمورز دي بتبقى ستاتيك، يعني ايه ستاتيك؟ مهم قوي الجمله دي، ستاتيك يعني بتبقى واضحه في وضع ثابت، طول ما الواحد قاعد ايده بتهتز، اول ما يجي يعمل حركه اراديه تقل او تختفي. ده مهمه جدا عشان تفرقها عن التريمورز بتاعت السيريبيلم اللي بيقولوا عليها كاينيتك تريمورز. في السيريبيلر ديزيز بيبقى الشخص هو قاعد ما عندوش رعشه، اول ما يجي يحرك ايده الرعشه تشتغل، فبتاعت السيريبيلم يقول لك عليها كاينيتك يعني مع الحركه، اما دي ستاتيك لما تيجي تحرك ايدك في الباركنسونيزم مع الحركه تقل، اما مع السيريبيلم مع الحركه تزيد، فدي ستاتيك والثانيه كاينيتك. exaggerated by emotional excitement و disappear during sleep، يعني اول ما الشخص ده يتوتر ويبقى منفعل تزيد وبتهدى او تقل اثناء النوم. تاني علامه في الباركنسونيزم اللي هو الريجيديتي، الريجيديتي يا جماعه اللي هو التصلب، والتصلب هو عباره عن زياده في المسل تون في العضله والعضله المضاده، يعني زياده في المسل تون في الفليكسورز والاكستنسورز مثلا، يعني العضله والعضله المضاده تبقى واضحه جدا على قوام الشخص، فبتبقى في الفليكسور والتنسور بس اكتر في الفليكسور اتيتود، عشان كده بتدي الشخص اللي هو الشكل الايه الشكل المحن لقدام كده، احيانا يقول لك عليه جوريلا لايك، جوريلا لايك يعني شبه الغوريلا كده اللي هو محن لقدام شويه، ده فليكسد اتيتود، تمام. طيب كمان لما نيجي نتني ايد الشخص بيديك حاجه اسمها ليد بايب ريجيديتي. ليد بايب يا جماعه اللي هو الاحساس اللي يعني بيبقى عندك وانت بتتني سيخ حديد كده او 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 ماسوره مثلا، لما تيجي تتني ماسوره تلاقيها بتقاوم على طول الخط كده زي سيخ حديد او ماسوره، ده سموها ليد بايب. برضو الشخص ده لما بيجي يتني ايده كده في زياده في المسل تون في الفليكسرز
والاكسنسور، فبتتني كده بقوه من بدايه الحركه حتى نهايتها، نفس الاحساس انك بتتني سيخ حديد. احيانا الحركه دي بتتحول الى حركه متقطعه، وانت بتتني ايده وتعمل كده، شوف كده الحركه دي تعمل كده، ماشي كده، عامله زي ايه؟ عامله زي التروس، فيسموها كوج ويل ريجيديتي. فالكوج ويل هي الليد بايب، بس لما يبقى فيه تريمورز. ده مهم جدا عشان نفرقها من الريجيديتي بتاعه الابر موتور نيرون ليجن بعد ما ندرسها ان شاء الله. مع الابر موتور نيرون ليجن بقى عندك حاجه اسمها كلاس بنايف ريجيديتي. كلاس بنايف اول ما تيجي تتني ايد الشخص بقى في مقاومه جامده وتسيب مره واحده، بيسموها كلاس بنايف. كلاس بنايف زي ما تكون انت جاهز تكسر خشبه، حته خشبه رفيعه كده، ده بتقاوم وتتكسر مره واحده، لكن ده سموها ليد بايب، كانك بتتني ماسوره حديد زي ما قلنا اول ذا تايم او كوبري. يبقى ده سمات الريجيديتي. اي كاينيزيا اند برادي كاينيزيا. اي كاينيزيا معناها ان يبقى في بطء في بدايه الحركه، ده اللي هو اي كاينيزيا. برادي كاينيزيا معناها بطء في الاداء، يعني صعوبه في البدء، وبعد كده صعوبه في الاداء. صعوبه البدء نقول عليها اي كاينيزيا، وصعوبه الاداء نقول عليها برادي كاينيزيا. نقول عليها برادي كاينيزيا، يبقى في عندي اي كاينيزيا وبرادي كاينيزيا. ده بينعكس على حاجات مهمه جدا في الجسم، بينعكس على الجيت، الجيت اللي هي الماشيه. فتلاقي الشخص ده ماشي رجليه تزحف على الارضيه، تزحف على الارضيه، بيسموها شافلنج جيت. يعني هو مش قادر يرفع رجله على الارضيه، رجله بتزحف على الارضيه، بيسموها ايه؟ شافلنج جيت. شافلنج جيت يعني رجله ما بتطلعش قوي عن الارض، ماشي بيزحف كده. طبعا ده بسبب ان عنده اي كاينيزيا اند برادي كاينيزيا، يعني هو عنده بطء في رفع رجله عن الارض، خلاص ده اللي هو اي كاينيزيا، وبطء كمان في التنفيذ، ده برادي كاينيزيا. كمان يبقى عنده لوس اوف اوتوماتيك اند اسوشيتد موفمنتس، يعني فقدان في الحركات التلقائيه في جسمه. هو اصلا عنده مشكله في الحركات الارضيه، هو عنده بطء في كل حاجه، فده يبقى واضح جدا 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 على الحركات التلقائيه. فتلاقي الشخص ده يفقد تعبيرات الوجه، تلاقي عنده ماسك فيس. خبر حلو نفس المنظر ده، خبر وحش نفس المنظر ده، وش بلاستيك يعني ماسك فيس، ما فيش عنده اكسبريشنز، مش عنده اكسبريشنز، التفاعلات بتاعه الفرحان زعلان بيتفاعل، لا مفيش الاكسبريشنز دي. طب السبب هو ايه؟ السبب هو الاي كاينيزيا والبرادي كاينيزيا. كمان ده بينعكس على الكلام بتاعه، الكلام بتاعه بقى مونوتونس على وتيره واحده، يعني ما بيزودش كده في الكلام ويقلل يهدي ويغير في النغمه لا مفيش الكلام ده، تلاقي بقى على وتيره واحده، يقول عليه مونوتونس اسبيتش. وبكده يبقى خلصنا كلام عن البيزا الجانجليا. بشكركم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.